لأن حاجة المريض مستمرة للدم ما توقفش عطاء. التبرع الواحد بينقذ أكتر من حياة. ساعد من قلبك ابتدي، في مريض محتاج كون انت ليه، من دمك تدي له حياة جديدة. كن بطل خلي الضحكة دي على وش مريض محتاجها بيك، علشان تفرق نقطة دمك في انه يعيش. ده واجب على كل الانسانية، الدم دي حاجة غالية وهدية، اهديها لغيرك لو شوية تفرق معاك. قرب من ناس كده قوم وساعد، انت بطل مش دور مشاهد، عاهد نفسك ان دمك ينقذ حياة. ايوه انت بطل تساعد تنقذ حياة. طب وانا هستفاد ازاي لما اتبرع لحد بدمي؟ طبعا هنستفيد. فوائد التبرع كتيرة: بتطمن على صحتك قبل التبرع، بتحلل فيروسات مجاناً بعد التبرع، جسمك بيستفيد إنه ينشط نخاع العظم يطلع خلايا جديدة، بتقل الإصابة ببعض أنواع السرطان وأمراض القلب والجلطات، نفسيتك بتختلف لما تحس إنك بطل بيساعد مرضى وينقذهم. وعايزين اللي ما يقدرش يتبرع ينشر ثقافة التبرع عشان نزود عدد المتبرعين. طيب وبعد كده الدم بيروح فين؟ ده اللي هنعرفه الحلقة الجاية يا مصرية، الدم إزاي بيكمل رحلته بعد التبرع. لأن حاجة المريض مستمرة للدم ما توقفش عطاء. التبرع الواحد بينقذ أكتر من حياة. ساعد من قلبك ابتدي، في مريض محتاج كون انت ليه، من دمك تدي له حياة جديدة. كن بطل خلي الضحكة دي على وش مريض محتاجها بيك، علشان تفرق نقطة دمك في انه يعيش. ده واجب على كل الإنسانية، الدم دي حاجة غالية وهدية، اهديها لغيرك لو شوية تفرق معاه. قرب من ناس كده قوم وساعد، انت بطل مش دور مشاهد، عاهد نفسك ان دمك ينقذ حياة. ايوه انت بطل تساعد.